وعن معاناة المرضى مع القطاع الصحي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد نقيب الممرضين في العراق فراس الموسوي. أهلا بك سيد فراس. بداية، ماذا يعني برأيك أن يخرج أكثر من 502,000 مريض عراقي للعلاج خارج البلاد منذ 2009 وحتى الآن بحسب الإحصائيات الرسمية؟ سيد فراس، هل أنت معنا؟ نعم أستاذ، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أعيد عليك سؤالي سيد فراس، ماذا يعني برأيك أن يخرج أكثر من 500,000 عراقي مريض من أجل العلاج في الخارج منذ بداية الأزمة أو منذ عام 2009 وحتى الآن بحسب الإحصائيات الرسمية؟ تفضل. نعم أستاذ، تحية لك ولمشاهديك الكرام، وكل عام وأنتم بخير وفي عام أقول إن شاء الله. بصراحة اللي يهاجر أو يخرج من البلد بالوضع الطبيعي، هناك هجرة بالبلد كانت منذ القدم لأسباب يعزوها البعض كلا حسب مشكلته الطبيعية. فبالتالي الهجرة الصحية من الوضع الصحي في البلد نلاقي كثير من المشاكل بهذا الموضوع. نعم. بصراحة هي ليست هجرة اختيارية بكثر ما هي اضطرارية، لأنه في العراق الوضع الصحي هو بصراحة يعاني بسبب ليس انهيار منظومة كاملة بقدر ما هي تراكمات لسنين عدة. نعم. على الوضع الصحي في البلد. البنية التحتية والأساسية الصحية في العراق هي تقريبا تكون متعبة أو متهالكة بسبب الضغط الحاصل عليها بسبب السياسات السابقة وكذلك المشاكل الحاصلة وآخرها كانت جائحة كورونا. نعم. فبالتالي الهجرة لبعض الناس أنه بعمليات معينة خارج البلد هي بسبب عدم توفرها داخل البلد، فبالتالي هناك إما الأيدي العاملة تكون أو بسبب الأجهزة المتطورة. نعم. فبالتالي اضطر المواطن العراقي للهجرة خارج البلد لغرض إجراء عمليات جراحية معينة، وهذا اللي بصراحة عدم توفر إما الأيدي. نعم. وإما الأجهزة المتطورة لهذه العمليات. نعم. المعينة. وضحت هذه الفكرة سيد فراس، لكن بحسب الإحصائيات الرسمية فإن المرضى العراقيين صرفوا على علاجهم نحو 4 مليار دولار في الهند وإيران ولبنان والأردن. السؤال هنا، ألم يكن أجدر أن تنفق هذه المليارات في الداخل؟ قطعا، ومن الطبيعي أنه يجب أن تكون هناك التفاتة حكومية مسؤولة اتجاه العملة الصعبة التي تخرج من البلد سواء في المستوى الطبي أو المستويات الأخرى. بالتالي هذه الأموال التي تصرف خارج البلد هي البلد وأحق بها وأحق بخزنها وأحق بتصرف بها، فبالتالي يجب أن يأخذ المسؤول العراقي كيفية الحفاظ على أولا المواطن العراقي وكذلك الأموال التي تصرف خارج البلد والعملة الصعبة، فبالتالي هذه سوف تكون واردات إيجابية وجيدة وانتعاش اقتصادي للبلد. يجب أن تكون هناك التفاتة ويجب أن يكون هناك عناية ويجب أن يكون احتضان لهذه الأموال. نعم. لداخل البلد والأجدر بها والأولى بها هو ابن البلد والبلد أن يتمتع بها وأن يصرف داخل هل البلد. يمكن؟ فبالتالي إذا ما استطعنا أن نوفر. نعم. ما يحتاج له المواطن العراقي سوف نقلل من أولا الزخم الحاصل وكذلك الحفاظ على هذه الأموال وأيضا الحفاظ على البلد وأبناء البلد. نعم. من خلال توفير البيئة المناسبة الطبية والصحية وكذلك توفير هذه الأجهزة سوف يسهم في العوائد الإيجابية على حياة المواطن وكذلك. نعم. العوائد الاقتصادية والمادية للدولة. إلى سؤال جديد سيد فراس، يعني باعتقادكم الشخصي هل يمكن أن يتعدى الوضع القطاع الصحي وهو مخصص له فقط 2.5% من مجموع ميزانية الدولة السنوية؟ صراحة واحدة من المعاناة اللي تعاني أو يعاني من عندها القطاع الصحي هي عدم توفير السيولة والتخصيصات المالية اللازمة لتغطية الاحتياجات الضرورية أولا للقطاع الصحي وثانيا لتأمين الاحتياجات المواطن. لا. اليوم المؤسسات الصحية هي مؤسسات خدمية تحاكي حياة المواطن وهي متلازمة
متلازمة مباشرة مع حياة المواطن، فبالتالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التخصيصات الجيدة واللازمة على أقل تقدير حتى نقلل من كمية الهجرة الحاصلة بسبب الزيارة الصحية خارج البلد. يجب أن يكون هناك تخصيص مادي ولازم جيد لتغطية الاحتياجات على أقل تقدير في وزارة الصحة. يعني اليوم ترى الكثير من القطاعات وعلى مستوى المستوصفات في خاصة القرى والأرياف هي تفتقر لأبسط مقومات الصحة، لذلك وهذا طبعا يعزوه الكثير لأنه عدم وجود تخصيصات مالية، وهذا أيضا ما تذكره وزارة الصحة بعدم تخصيصات مالية لازمة لتغطية احتياجاته. ترى هناك الكثير من المؤسسات الصحية خاصة المستشفيات هي لم تبنى بسبب أيضا عدم تخصيص الأموال، وهذا طبعا سوف يؤثر على الوضع الصحي والقطاع الصحي، وبالتالي سوف تكون المتضرر الأول والأخير هو المواطن العراقي. من بغداد كنت معنا عبر الهاتف نقيب الممرضين في العراق فراس الموسوي، شكرا جزيلا لك.